الفرق بين التأهل في 90 وبين التأهل في 2018، شايف ايه الفرق اللي حصل في الفتره دي؟ اقول لحضرتك على حاجه، نفس فتره الصعود كنا قبل كده من 28 سنه او من 30 سنه لما صعدنا في 90 كان منتخب مصر ما راحش كاس عالم، فكانت الفرحه نفس الفرحه هي. انما اللي بيختلف في ايه؟ ان سنه 90 كانت البطوله اقوى شويه، يعني حتى في التصنيف النهائي في المباراه النهائيه مع الجزائر كنا تعادلنا هناك 0-0 وجينا هنا بالهدف طبعا الشهير بتاع الكابتن الكبير حسام حسن وصعدنا بيه كاس العالم، فكانت طبعا اجيال عظيمه طبعا، وانا اتشرفت ان انا لعبت مع الاجيال دي. نيجي الجيل اللي هو 2018 طبعا بقياده النجم الكبير محمد صلاح، اكيد طبعا بعد معاناه برضو بقالنا فترات كبيره ما صعدناش من سنه 90 لغايه 2018. فالنهارده لما باجي اصعد برضو اكيد الفرحه زي ما بقول لحضرتك هي نفس الفرحه، انما اللعيبه اختلفت، نظام البطوله اختلف، طريقه اللعب اختلفت، المدربين اختلفوا. يعني كنا عندنا مدرب مصري رحمه الله عليه كابتن محمود الجوهري، دلوقتي هيكتور كوبر هو المدير الفني للمنتخب المصري. انما الحمد لله طبعا اكيد كل الشعب المصري مبسوط ان احنا السنه دي هنتفرج على منتخبنا ان شاء الله ان شاء الله في كاس العالم في روسيا، ونتمنى يا رب ان هم يوصلوا للدور الثاني في المجموعه اللي احنا كلنا انتظرناها بصراحه. يعني المجموعه اللي احنا فيها دي الحمد لله فرصه ان احنا نصعد للدور الثاني ان شاء الله.